صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. النهاردة هنحكي قصة جميلة، وهي القصة التي تجاهلها التاريخ، مذبحة 5000 قبطي وأسقف أسيوط على يد صلاح الدين الأيوبي، وكان منهم الأنبا جورج أسقف أسيوط. هنلاقي ان صلاح الدين الايوبي كان بيتعامل معاملة سيئة جدا جدا مع الانبا جورج. كان اقباط مصر بيعانوا على يد اسد الدين اسوأ معاملة واكثر تعذيب واكثر اضطهاد، وبعدها صلاح الدين الايوبي. وكانت الحروب الصليبية بتزيد من غضب شديد من المسلمين على المسيحيين، وبدأ الحاكم ومن خلافه العامة يزيد حقدهم على الأقباط المسيحيين. ولما كانت الحروب تحتاج إلى نفقات كثيرة وأموال كثيرة، ما كانش بيشيل الهم الحاكم، لأنه كان بيفرض الجزية على الأقباط والكنيس، وكان أسد الدين بيفرض عليهم ضرائب، وكان بيسدد أو بيشدد بمعنى صح على كل المسيحيين على ملابسهم وخروجهم وكنائسهم وكل حاجة فيهم. ولكن القديس الأنبا جورج كان بيدفع الضرائب للناس اللي ما كانش معاها فلوس، وكان بيحميهم يا إما من القتل أو من الدخول الإسلام، وتعرف بانه كان معين للفقراء والمعوزين. ولكن لما زاد الظلم جامد قوي من اسد الدين، امتنع الاسقف عن سداد الجزية والفلوس، لانه ما كانتش بتكفي اصلاح الكنيسة، والخزينة ما كانتش بتكفي للمعوزين والفقراء. وحصلت ساعتها المذبحة اللي تجاهلها التاريخ. في فترة من الفترات كانت أسيوط فيها قلق كبير قوي قوي هي والنوبة، وقرر صلاح الدين انه يقضي على كل من يحاول ان يعرقله عن حروبه مع الصليبيين. فأمر بهدم كل الكنائس أسيوط وانه يبني مساجد، ولكن المسلمين معرفوش يهدموا غير كنيسة واحدة، وهي كنيسة كانت باسم ماري مرقص، ولكن ما قدروش يبنوا عليها مسجد. وقرر صلاح الدين ان يرسل الجيش عشان يأدب المسيحيين الأقباط في أسيوط. والوقت دوت أسيوط قطعت الجزية وحررت النوبة وأسوان، وأسيوط ما كانتش بتدفع وقتها الجزية. وأول ما وصل الجيش أسيوط، نادى الأسقف في يوم بالصلاة لمدة 3 أيام. جاءت ريح عظيمة وهرب الجيش، فالرعب ساد الجيش كله ورجعوا للقاهرة. ولما سمع الحاكم الكلام دوت، قرر ان ينتقم من كل المسيحيين وينتقم من الأنبا جورج، ويرسل جيشه مرة تانية عشان يقضي على كل المسيحيين والأقباط في أسيوط. وبالفعل بعت الجيش تاني، وكان في يوم الحد الخامس من الصوم المقدس. ولما سمعوا الأقباط الكلام ده ان الجيش جه، حفروا حفر في اماكن صعبة الوصول اليها، وخبوا كل فلوسهم واموالهم وكل كنوزهم، وقرروا انهم يحرموه من ان صلاح الدين انه يستفاد باي مال من الاموال حتى لو ماتوا. في يوم الاحد مع دقات الكنيسة، قعدوا جنود صلاح الدين الأسيوط وعملوا حاجة غريبة جدا. دخلوا من مدينة من الجهة الشمالية من مقر الأنبا جورج،
هدموا الدير واتحول الى مقام، وبعد كده اتحول الكنيسة. المهم لما اقتحموا الدير واستشهد في اليوم ده 5000 نفس من رجال ونساء واطفال، وتم تعذيب الانبا جورج وامر بقطع راسه ونال اكليل الشهادة، وعرف باحد ابا جورج، ودعت الكنيسة باسم الانبا جورج، اعتبرت اسيوط اليوم ده يوم عيد. ولما دخل صلاح الدين ما لقاش اي فلوس او اي اموال، ومن اليوم ده عرفت اسيوط اسطورة اسمها اسطورة البخل. وفي يوم واحد كان في يوم بعد تنيح الانبا جورج، كان في شخص اسمه ابن المليح، وكان على علاقة كويسة او جيدة، وهو كان من اسرياء مصر، وكان بيعمل مع اسد الدين، وبعت له قصيدة يستعطف فيها على المسيحيين. ولكن اسد الدين كان انسان جاف، انسان جامد، وكان بيعذب المسيحيين. ارسل له ابن المليح قصيدة انه يستعطف على المسيحيين، ولكن اسد الدين زي ما عرفنا كنا عارفين يعني، او زي ما قلنا ان هو كان رجل جاف وما كانش بيهم. فبعت رسالة لابن المليح وخيره بين خيارين، قال له يا اما ان يطرق دينه، وزي ما عرفنا وقلنا ان امره قال له حاجة من الاثنين، يا اما ابن المليح تشهر اسلامك، يا اما يقطع راسك. طبعا ابن المليح خاب على كل الرسول صراحة، للأسف طرق أهل دينه وطرق وذهب للإسلام، وزعلوا المسيحيين منه جدا، وافتكروا الأنبا جورج اللي كان معين للفقراء وكان دايما بيقف جنبهم. المهم جم بعد كده بدأوا يقارنوا بين الأنبا جورج وابن المليح وفكروا بكده. فراح ابن المليح مع المسيحيين وهم بيتسنوا الانبا جورج في الاقصر، وهم رايحين يتسنوه قرب من الجبل اهتز الجبل واضطربت المدينه كلها. وبعد كده لقوا راس القديس الانبا جورج اتصلت بجسده، فما كان من كل الموجودين من مسلمين ومسيحيين غير انهم ارتعبوا وخافوا جدا، وندم ابن المليح ورجع تاني لحضن الكنيسه واعلن انه مسيحي. فعرف الحاكم بكده فأمر بقطع رأس ابن المليح. بركة القديس العظيم الأنبا جورج تكون معنا أمين. والمهم إن الكنيسة كانت دايما معروفة، ده مش جديد عليها، بإنها تتعرض للاضطهاد والحرب وكل الكلام ده. والأنبا جورج ما عملش جديد، لأن ده كل اللي بيتمناه أي مسيحي إنه يستشهد أجل اسم المسيح. وطبعا ما ننساش الثلاث فلاحين برضو اللي هنتكلم عنهم قريب. سلام معكم، شكرا لكم احبائي وعزيزي، ولكم مني كل الحب والتقدير.